حين نعود بذاكرتنا إلى عام 2014 نجد أن الفوز بكأس العالم لكرة القدم كان بفارق هدف واحد فقط وفي الوقت الإضافي، ليكون بين المركز الأول والثاني فرق بملايين الدولارات من الجوائز، فضلاً عن القيمة المعنوية الكبيرة لهذا النصر. لعل إضافة بسيطة أدت إلى ذلك الفرق الهائل في النتائج، فكيف نطبق مبدأ الإضافة البسيطة في حياتنا؟ على سبيل المثال، إذا استيقظت قبل المعتاد بنصف ساعة يومياً ومارست الرياضة، ستكسب 15 ساعة في الشهر لتجد نفسك مفعماً بالحيوية. وإذا قرأت صفحة واحدة أو استمعت لمقطع صغير في تخصصك يومياً، ستجد نفسك بعد شهور قليلة قوياً في مجالك، متميزاً بين أقرانك. وإذا تعلمت مع أبنائك جملة واحدة من لغة جديدة كنوع من التسلية أثناء انتظار العشاء، ستجدون أنكم أتقنتم 30 جملة كاملة في شهر واحد. فلا تنتظر تغيراً جذرياً مفاجئاً في حياتك، وإنما هي عادات بسيطة تضيفها وتداوم عليها. ما عليك إلا أن تقرر وتبدأ، فالنجاح قرار والعبرة بالاستمرار.